السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أصدقائي. هنا أحمد ناصر أحييكم من استديوهاتنا في en بالعربي.com. في هذا الفيديو سنقوم بعمل تطبيق تفاعلي، أول تطبيق تفاعلي لنا، ونريكم كيفية جعل التطبيق تفاعلي عن طريق الضغط على الأزرار وتغيير بعض النصوص في التطبيق وما إلى ذلك. فدعونا نبدأ سوية في هذا الدرس. بداية نفتح الاندرو ستوديو والمشروع السابق الذي كنا نعمل عليه. اوكي، سنذهب الى اب، الى resources layout activity main. سأختار وضع الديزاين الموجود عندي هنا في الشاشة. اوكي، طبعا الآن ما الذي سنعمله؟ سنقوم بتغيير التكست الخاص بالليبل مثلا الموجود عندنا هنا أحمد ناصر، سنقوم بتغييره إلى قيمة أخرى. طبعا هذا هي أول أمر يجب عليك أن تعرف كيف التعامل فيه، هو إعطاء قيم للـ objects أو الكائنات الموجودة عندكم في الشاشة. فعلى سبيل المثال hello world هو عبارة عن object، أحمد ناصر .com هي عبارة عن text view، لها قيمة اسمها text name، الصورة هاي لها قيمة، الإيمج هاي لها قيمة، أي شيء هنا في داخل الشاشة له ID خاص به، وهذا ما لاحظناه في الدروس السابقة عن طريق إعطاء ID خاص بكل من القيم الموجودة عندنا في الشاشة. فعند الضغط على click me سأقوم بتغيير قيمة الليبل الموجود هنا أحمد ناصر. طبعا أول شيء يلزمك وجود ID للبتن وID للليبل أو text view الموجود هنا. طبعا الID الموجود هنا هو عبارة عن text name. رأينا في الدرس السابق كيفية منادات وعمل اكشن على البتن عن طريق اضافة listener من خلال listener، وضع function في داخل listener لتنفيذه، ورأينا كيفية ترتيب ذلك في الكود، ورأينا اهمية وجود alone click listener، ورأينا انه يمكن التحكم بالlisteners عن طريق ترتيب الليسنر في البداية. set county view يجب أن تكون معرفة. رأينا إذا كنا بعمل set on click listener هنا سيقوم الآخر listener بالتنفيذ. رأينا إذا كنا بعمل county view مرة أخرى بعد set on click listener سيتم تنفيذ county view لأن الليسنر يكون موجود فيها. فبهذا الكود سنقوم بإعادة استخدام on click listener، وفي هذه الحالة لن أقوم بعمل debug، سأقوم بتغيير القيمة النصية الخاصة بالليبل. طبعا الليبل الذي سنقوم بتغيير التكست الخاص فيه يسمى هنا txt name. فلتغيير القيمة الخاصة به نذهب إلى onClick listener ونقوم باختيار txt. طبعا مباشرة تنتظر قليلا ريثما الاوتو كومبليت يشغل لك إياها. فاحنا أول ما يشغل الاوتو كومبليت بتلاحظوا أعطاني txt name. عشان تغير التكست الخاص بالـ txt name بتنادي دوت الخاصية الخاصة في دوت text، وبعدين طبعا تختار txt دوت text، تكبس انتر على الكيبورد، بعدين بتعمل يساوي وبتعطيك قيمة نصية من عندك، مثلا نكتب nacademy.com. فالآن اللي راح يصير انه فقط عندما نضغط على الزر سنقوم بتغيير قيمة txt name إلى academy.com بدلا من القيمة الأصلية هي احمدناصر.com. خلينا نجرب مع بعض، شغل emulator ونعمل OK. OK، عظيم جدا. الآن اشتغل التطبيق زي ما انتم شايفين، بقدر اكبس على click me. بتلاحظ اول ما كبست على كليك مي تغير قيمة التكست لانكاريمي.com. فقدرت نتخيل نخلي اوبجكت يغير على اوبجكت ثاني عن طريق نضيف ليسنر ونعمل تطبيق تفاعلي. طبعا هل ممكن تغير امور اخرى في داخل السكريبت؟ طبعا زي ما حكينا الاكتيفيتي مين اللي بتحتوي على الليبلز الموجودة هون، بتروح على التكست مود
تلاحظ انه في عندنا هنا التكست فيو، قيمه التكست هي احمد ناصر. ممكن تروح تغير التكست سايز، ممكن تروح تغير التكست كولر. فكل هاي الامور ممكن تغيرها عندك في داخل السكريبت. طبعا سنختبر هنا خاصيه التغيير عن طريق انه نذهب الى المين اكتيفيتي ونقوم بتغيير مثلا الخاصيه الخاصه ب تكست كولر. فممكن تيجي تنسخ تكست كولر من هون على سبيل المثال، نجي نعمل باك ننسخ الكود، تيجي هون في داخل من اكتيفيتي تعطيه تي اكس تي نيم، بعدين تيجي تحكي له دوت تكست كولر. اوكي في هنا سيت تكست كولر، بختار هاي الاوبشن سيت تكست كولر، وهون بعطيه كولر. فعشان تعطيه كولر في عندك هنا كولر دوت او الكولر سيت، عشان تعرف كيف تستخدمها في بحكي لك كولر ستيت ليست، وفي بعطيك انتجر. فانت ممكن تعطيك كولر ستيت كولر ستيت ليست، نديها كولر ستيت كولر ستيت ليست، او نادي كولر، وبعدين نيجي نحكي كولر دوت القيمة اللي هي دوت ريد كابيتال لتر لازم تكون بهذا الشكل. فاحنا من خلال الكود ممكن نغير الكلر زي ما شايفين. هل هذا الاشي فعلي راح يصير ولا مش راح يصير؟ خلينا نجرب مع بعض. نعمل run، فبتلاحظ الان التكست لونه ازرق، لما نكبس راح يتغير التكست للونه احمر. فاحيانا احنا بنقدر نغير على اي قيمه من القيم الموجوده هون عن طريق الست ستر والجيتر، احيانا بنقدر نغير عليها بشكل دايركت.